هنا يجي سؤال، لأن حضرتك قلت مسألة إنه الوقف السريع والكامل للعدوان، هل ده معناه إنه العدوان من الوارد جدا إنه لا يقف وقفا كاملا أو سريعا، وإنما يستمر في عمليات، أو يمكن زي ما كان بيتكلم بلينكن في إنه على إسرائيل إنها يعني تسحب عدد أو تخفض عدد قواتها الموجودة في القطاع وتبدأ في إجراءات أخرى على سبيل المثال عمليات نوعية وليست عمليات شاملة؟ طبعا سؤال حضرتك مهم جدا، وفي تخوف حقيقي، وهو تخوف اصبح له ملامح على الارض. اسرائيل بدات تقتطع من اراضي قطاع غزه وتعلن عن انشاء مناطق عازله، هي مناطق للوجود العسكري والوجود الامني الاسرائيلي. هم يتحدثون عن وجود طويل المدى وعن وجود عسكري وامني يمكنهم من التوغل في اراضي القطاع كلما استدعت الحاجه الاسرائيليه ذلك. وهذا طبعا يفتح الباب يا استاذ يوسف لعمليات نوعيه كما اشرت. الامر الاخر هو الفصل الجغرافي بين شمال ووسط القطاع وبين الجنوب. وهو تم بالفعل ارتكاب جريمه وفقا لمقررات القانون الدولي والمواثيق الدوليه، جريمه اجبار أكثر من 1,000,000 فلسطيني على النزوح من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب. حضرتك تعلم أن العدد الأكبر من أهل غزة بيتكدس الآن في جنوب القطاع، في مدن خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية، وهذا التكدس هو نتيجة لجريمة حرب تم ارتكابها وهي إجبار السكان على النزوح، وطبعا الإعلان عن ممرات أمنة لم يتم الالتزام بها وكل اللي حضرتك تعرفه. فالمسألة الثانية هي الفصل الجغرافي بين شمال ووسط القطاع من جهة وبين الجنوب من جهة أخرى، وتكديس العدد الأكبر من السكان في الجنوب، وده اللي يفتح الباب لمأساة إنسانية إحنا لازم نشتغل لإبعاد أخطارها على الشعب الفلسطيني لحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين أطفال ونساء ورجال، ولكن أيضا بقراءة مصرية لحماية الأمن القومي المصري، لأن التكدس في الجنوب ومأساة إنسانية في الجنوب بيرفع الضغوط على الحدود المصرية، ومعناه أيضا استمرار اليمين المتطرف في الترويج لجريمة التهجير القسري أو جريمة التهجير الناعم.